بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. السلام عليكم إخواني. اليوم حبيت أتكلم عن كتاب الوافي. كتاب الوافي يعد من أهم كتب الحديث الأربعة المتأخرة. طبعا هذا الكتاب كتاب الوافي من تأليف وإعداد أحد أعلام القرن الحادي عشر للهجرة وهو الفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091 للهجرة. طبعا هذا الكتاب هو كتبه في تهذيب الكتب الأربعة المتقدمة، فهذبها وفصلها وشرحها ورتبها في مقدمة وأربعة عشر جزء وخاتمة، يعني المجموع 16 كتاب. وقال الكاشاني في سبب تسميته بالوافي بأنه يفي بالمهمات فلا يحتاج إلى كتاب آخر معه، يعني هذا الكتاب الوافي يشمل على كل ما يحتاجه المؤمن في استنباط المسائل والأحكام وأيضا الأصول الفقهية وغيرها من الأمور، لأن هذا الكتاب هو تهذيب للكتب الأربعة المتقدمة، يعني نقدر نقول أن هذا بمثابة تلخيص أو نسخة منقحة وملخصة من الكتب الأربعة المتقدمة. أما سبب تأليف الفيض الكاشاني لهذا الكتاب هو ما ذكره في مقدمة كتابه. يقول الكاشاني: هذا يا أخواني كتاب واف في علوم الدين، يحتوي على جملة ما ورد في القرآن المبين وجميع ما تضمنته أصولنا الأربعة، يعني بها الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. يفهم من ذلك أن الفيض الكاشاني أراد أن يبسط عملية الاطلاع على العلوم لجميع الناس، منهم طلبة العلوم الدينية والباحثين أيضا، فلذلك أعد هذا الكتاب كتاب الوافي ليتضمن أهم ما ورد في الكتب الأربعة. ولذلك هذا الكتاب جيد جدا لمن أراد أن يبدأ رحلته العلمية في الأصول والفقه. هذا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.